الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، نقول أشرق النور وبانا، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. فأهلا بكم جميعا، وبداية نرحب بالشيخة أمها عبد الله مبارك، نشكرك على حضورك صارمك، وأيضا بمحافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت معنا حياك الله محمد، وكيلنا مالك العاصمة الأستاذ يوسف مصطفى وكيل وزارة الإعلام، حياكم الله جميعا بلا استثناء. ليس غريبا أن تكون هناك التفاتة كريمة من الشيخة الدكتورة سراد الصباحي هذا الجمع الطيب لتكريم بعض الشخصيات التي كانت لهم مساهمات في مسابقات دار سراد الصباح للنشر والتوزيع تحت شعار 30 عاما من العطاء الثقافي. لا أريد الإطالة، وأترك الكلمة للأستاذ طلال الميري أمين عام رابطة الأدباء، فليتفضل مشكور ونسمع له تحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عناية الشيخ الفاضلة أمي عبد الله المبارك الصباح المحترمة، سعادة محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنة المحترم، سعادة الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الجديد الأستاذ يوسف مصطفى المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن حركة الثقافة في دولة الكويت وأهم المنجزات الأدبية في القرن العشرين يحتم علينا أن نتوقف عند الشاعر الكبير الدكتورة سعاد الصباح، هذه المحطة الثقافية الكبرى التي قدمت الكثير من الأدوار المميزة في كافة أرجاء الوطن العربي، وساهمت في خدمة الأدب والأدباء، وتمثل ذلك بالكثير من المشاريع الثقافية الهامة التي تهدف إلى نشر المعرفة وتشجيع الإبداع وصقل المواهب الأدبية عبر المسابقات الكبرى التي تقيمها دار دكتورة سعاد الصباح والتي تأسست عام 1988. ومن أدوار هاتين المسابقتين الكبيرتين جائزة الشيخ عبد الله المبارك الصباح للإبداع العلمي، وجائزة الدكتورة سعاد محمد الصباح للإبداع الفكري والأدبي. إن العطاءات الكبيرة للأديبة المبدعة والشاعرة المميزة الدكتورة سعاد الصباح يبعث لنا بالراحة والسرور والاطمئنان، حيث لها إبداعات شعرية راقية حصدت الإعجاب الكبير والشهرة الواسعة، وحفرت اسمها في سجلات كبار شعراء اللغة العربية في عصرنا الحديث، وقد ساهمت مساهمة كبيرة في تعريف الأدب الكويتي الرصين في كافة أنحاء العالم، وصدح الكثير من الفنانين بكلماتها المعبرة لتصل إلى القلوب وتغذي العقول، وهي خير سفير للأدب الكويتي الجميل الذي نعتز به كثيرا ونعمل سويا على إبرازه في المحافل العربية. كما لها أدوار رائعة وعديدة في خدمة الثقافة الكويتية والمثقفين الكويتيين، لا يتسع المقام لتعدادها إلا أننا سنذكر أحدائها، وهي مبادرتها الكريمة في ترميم مسرح رابطة الأدباء الكويتيين والذي نحن الآن في محرابه، فكانت مساهمتها فعالة في دعم الأنشطة والفعاليات الأدبية في الرابطة. ويمكننا القول بأن الدور الذي قدمته الدكتورة الفاضلة سعاد الصباح هو دور الأديب المسؤول والمثقف الواعي والحريص على سمعة الوطن، فلها منا كل الشكر والتقدير على العطاءات الكثيرة والمتنوعة لمدة تجاوزت نصف قرن من الزمان. ختاما، نسأل الله أن يديم الصحة والعافية لهذه القامة الجميلة التي كانت ولا زالت قدوة رائعة للأجيال الأدبية المختلفة في دولة الكويت والوطن العربي، فلها منا كل المحبة والتقدير والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر أكيد للأستاذ طلال الميري أمين رابطة الأدباء الكويتية، كيف لا، وأن الشيخة الدكتورة سعاد الصباح رسخت عمرها لتكون الكويت منارة ثقافية وليست فقط سعاد الصباح، فزرعت الثقافة أينما كانت وأينما وضعت من أجل أن يكون المهتم.
أيضا باسم دولتنا الحبيبة الكويت، أسأل الله يحفظها وليس غريبا مرة أخرى نقول أن هذا الأداء الجميل المستمر طيلة هذه السنوات من الشيخة الدكتورة واللي نوح عنها اليوم الشيخ رامي عبد الله حياته مرة ثانية ومن القلب شكرا. أترك الكلمة الآن إلى الأستاذ يوسف مصطفى وكيل وزارة الإعلام والمساعدة، حياة الله يا محمد أستاذنا دائما وأبدا. أنباء الله على في الدنيا أني صور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد بن هادي، الأخت الفاضلة أم لي عدوى المبارك ممثلة راعي الحاكم شيخ سعاد الصباح، سيد طلال المهدي أمين عام الرابطة، الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعودت منذ الصغر أن أرتجل الكلمة ارتجالا حينما يطلب مني أن ألقي كلمة في أي مناسبة كانت، لإيماني العميق بأن ما يخرج من القلب يصدق. اليوم في هذه القاعة الجميع يتحدث عن الكويت، الكويت بلاد العرب، نتذكر هذا الشعار، ومن هم في أعمالنا يتذكرون هذا الشعار الخالد. لا زالت الكويت هي المنارة التي تشع نورا وثقافة وأدبا، ليرسل هذا النور إلى كافة أرجاء العالم العربي والإسلامي ومنه إلى العالم الدولي. كم نشعر بالفخر عندما يتحدث الآخرون عن هذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بإنسانه وبعطاء هذا الإنسان. عن ماذا نريد أن نتحدث وبأي لغة نوصل رسالتنا؟ لا يوجد أفضل من لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم. هذه المؤسسة سعاد الصباح أنا أعتبرها صدقة جارية، صدقة جارية يمتد أثرها إلى يوم الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. سعدت وتشرفت بأن أكون أحد المحاكمين في هذه الجائزة فيما يتعلق بمسيرة الإذاعة الكويتية، وكم أسعدني ذلك الكم الهائل الذي كنت أقرأه وأنا أتصفح من اشترك في الجائزة ومن قام بالبحوث والدراسات التي مؤكد بعد أن يتم نشرها سيستفيد منها القاصي والداعي. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الجائزة لابد أن نشير إلى قامة سياسية إعلامية هو المغفور له بإذن الله عبد الله المبارك. نريد أن نسلط الضوء ككتاب وإعلاميين ومثقفين على هذه الشخصية شيخ عبد الله المبارك الصباح، التي انطلقت إذاعة دولة الكويت بمعيته. بصماته كانت واضحة في المسيرة الإعلامية على مستوى الإعلام المسموع والمرئي وفي الجو في الطيران وفي السلك العسكري
وكان على الصعيد الأمني الداخلي أو الخارجي في الداخلية والدفاع. جزاه الله خير الجزاء الذي ترك لنا أبناء وبنات ينشرون هذا العلم بعد أن غادر إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى. واليوم تواصل المسيرة الدكتورة سعاد الصباح في جانب علمي وجانب إعلامي ثقافي. أمنيتي بوجود شيخة أمي ورحم الله من أسماكي أمي حقيقة لا يوجد أقل من أن يملك الإنسان أمنية يحققها في حياته ويستمر في أن يحققها من يأتي بعده ويحقق الأماني المبنية على هذه الأمنية الغالية. أمنيتي أن يتم نشر هذه الدراسات التي وثقت مسيرة الإذاعة الكويتية ووثقت مسيرة الثقافة الكويتية لكي تكون في متناول أبنائنا وبناتنا في معاهدنا العلمية إن كان على المستوى الأكاديمية في جامعة الكويت في المعهد العالي للفنون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي مدارسنا وفي مراكز البحوث. حقيقة البحوث حاول الباحثون من خلالها أن يصلوا إلى معلومات تؤرخ وتوثق هذه المسيرة النيرة الثقافية. فهذه أمنية أتمنى أن نراها بإذن الله قريبا من قبل رابطة الأدباء التي تنشر هذه الثقافة ومن قبل دار سعاد الصباح هذه الدار الطيبة الكريمة. لكن أحزنني الحقيقة ولفت نظري أنه لم يكن هناك من أبناء وطني من فاز في الجائزة. لكن هذا لا يمنع بأن نجعل من هذا العطاء العربي وهذا أيضا في حد ذاته تكريم لسمعة الكويت على المستوى العربي وكيف أن العرب ينظرون إلى هذا الوطن من أنه منبع للخير وللعطاء وللثقافة وللأدب وللفن وفي كافة مجالات الحياة الإنسانية. أسأل الله أن يكون في الجائزة المقبلة من أبناء وطن الكويت من الكويتيين الذين نريد أن يكون لهم مقعد متقدم في الصفوف الأمامية. نهنئ من فاز بالجائزة في أصنافها المختلفة من كافة الجنسيات العربية وسبحان الله من المفارقات الطيبة أن يكون هناك فائزون رجال 10 وفائزات نساء 10 تساوت تلك الفتان وكأن من أراد أن يحصد النتائج أن يقول النساء والرجال كلهم يتساوون في حبهم وعطائهم وتلبيتهم لنداء الكويت في توثيق هذه المسيرة. جزاكم الله خير الجزاء أيها الفائزون ونهنئكم من أعماق القلب ونتمنى إن شاء الله أن نحصل هذه السمعة الطيبة لوطننا الغالي الكويت ولإنساننا في ظل قيادة حكيمة تضع الإنسان الكويتي هو المعيار وهو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. أرجوكم لا تتأخرون في أن تبادروا إلى طرح هذه الأطروحات وهذه النقاشات على طاولة البحث حتى تكون الإعلام بكافة قطاعاتها مبادرة لتلقف مثل هذه النتاجات الحضارية. شكرا لكم، شكرا لمن أسهم، شكرا للحاضر الغائب الدكتور سعاد الصباح جزاه الله خير الجزاء لأن ما يقدمه الإنسان لنفسه يجده عند الله وأعظم أثرا. جزاه الله خير الجزاء وغفر الله لمؤسس هنا الكويت. تذكرون هذا الشعار الخالد هنا الكويت في
الشيخ عبد الله المبارك الصباح، وطرح في ذريته إن شاء الله البركة في العمر وفي العافية وفي العطاء. ونرحب بالشيخ ضعيف الصباح أيضا الذي ينضم إلينا، الشاعر الكاتب الوطني، ونقول كلنا تحت منظمة هذا الوطن، وقول اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ نحن وأنتم. جزاكم الله خيرا. كل الشكر أكيد للوكيل المساعد في وزارة الإعلام أستاذ يوسف مصطفى على هذه الكلمات الجميلة، وأهلا بالشيخ العيد إبراهيم العيد الصباحية كرمه. نسمع تحية عشان الكلمة الآن إلى الدكتورة أو الدكتور إيهاب النجدي، حياك الله دكتور إيهاب، حياك الله، اسمع له تحية. سجلته في الدواوين والدفاتر
مع بدايات تدوين العلوم والمعارف فاشتهرت المفضليات والأصمعيات ودواوين الحماسة. لقد كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعث أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهف، وكما نال الشاعر الجوائز لمديحه ولاة الجيوش، هذا كثير من الشعراء الجوائز لجودة الشعر، وهو الشعر الخالص الذي لم يكن من باب المديح في شيء، وكان الدافع الوحيد للمعطي هو الإعجاب بالفن وتقدير الإبداع، والشواهد على ذلك كثيرة، لكني أشير إلى العطية الشريفة، عطية الرسول الكريم للشاعر كعب بن زهير. فقد أوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا عندما ذكره لما يسيب، ثم جاء كعب مستأمنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أي طالبا الأمان، وأنشد بين يديه قصيدته المشهورة: بان سعاد فقلب اليوم مسبول، متيم إثرها لم يبد مكبول. فلم ينكر عليه النبي ذلك، بل تجاوز عنه ووهب له بردته فاشتراها منه معاوية ب30,000 درهم، ثم توارثها الخلفاء يلبسونها في الجمع والأعياد تبركا بها. وكان العباس بن الأحنف ممن ألف عن المدح والهجاء واشتهر بذلك، فلم يكن يكلفه أحد بذلك من الملوك أو الأمراء، وقد أخذ صلة الرشيد وغيره على حسن التبذل، وهو في ذلك يشبه عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر شاعري الغزل الشهيرين. كما كان للشاعر نصيب من الجوائز، كان للناقد أيضا أو الراوية. ومثل في هذا الصدد يغني عن أمثلة. يقول حماد الراوية: استخدمني هشام بن عبد الملك في خلافته وأمر لي بصلة سنية، فلما دخلت عليه استنشدني قول أبي ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع، فأنشدته إياها فأمر لي بمنزل وجارية. وفي العصر الحديث نما الإحساس بأهمية الآداب والفنون نموا مؤسسيا، فاحتضنت مجموعة من المؤسسات الثقافية والجوائز الرصينة الإبداع الأدبي، وهي التي بذرت خلال العقود الأخيرة، فكانت البيت المؤسسة التي تمنح الجوائز وتنشر الإبداع وتحتفي بالمبدعين. تأتي في الريادة والطليعة منها جوائز الشيخ عبد الله المبارك للإبداع العلمي، وجوائز الشيخة الدكتورة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي، وهما شركاء الحلم، حلم التنمية والإبداع. وقد انطلقت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وهي منذ ذلك الوقت تأخذ الحياة الثقافية بنماذج من الإبداع الجسور، وتقدم مبدعين فائقين يسهمون بجدارة في رقي العلوم والآداب. لقد شرعت هذه الجوائز آفاقا رهيبة للمبدعين الشباب، وأنزلتهم في منازل الاهتمام والضوء الثقافي، ووجهت عناية النقاد والدارسين إلى إنتاجهم على تنوع اتجاهاته وخصائصه الفنية والموضوعية. وإن كثيرا من الفائزين الشباب أو الذين كانوا شبابا في الدورات الأولى من عمر الجائزة صاروا الآن من الأدباء المبرزين في المشهد الثقافي والأدبي، وبعضهم حصل على جوائز الدولة فيما بعد،
وهم موزعون على امتداد الخريطة العربية كلها. كل هؤلاء وغيرهم من ذوي الشأن البالغ في المشهد الثقافي والأدبي الآن كانت بداياتهم من هنا قبل ربع قرن أو يزيد، مهورة بتوقيع جوائز الشيخة الشاعرة سعاد الصباح للإبداع الفكري والأدبي. وهكذا صار للأدب والفن دولة، الحاكم فيها هو الأديب والمحكوم هو الضائقة العربية، كلاهما ينعم في ظل دستور الحق والنبل والجمال، لا ظالم فيها ولا مظلوم، بل عندها نستطيع أن نقول طوبى للحاكم والمحكوم. شكرا لكم. شكرا للدكتور إيهاب بن نجدي على هذه الكلمة الرائعة والجميلة، وأنتقل الآن إلى كلمة الدكتورة سعاد الصباح، يلقيها الأستاذ علي المسعودي مدير دار سعاد الصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتونا بحضوركم. واتصلت المبارك شيخ الدكتور سعاد الصباح من الخارج يطلبكم السلام والشكر، وتتمنى ان تكون بينهم، وقالت ارجو ايصال هذه الكلمات للموجودين، اقراها بالنيابه عني حتى اكون موجودا بشعوري بينهم. تقول الدكتور سعاد الصباح لكم ولكل من يشاهد: ايها الاحباء والاحباء، 50 عاماً أو يزيد وأنا أحرف في هذه الأرض وأبذر وأرش الماء من أجل أن تنبت وردة وتكبر سنبلة وتتمكن جذور ويتساقط ثمر، 30 عاماً أو يزيد وأنا أفتح ذراعي لكل موهبة تتلألأ من بعيد لتظل متوهجة لا تكثرها الحوادث ولا تخطو مع الصعوبات، وكان معي أمامي وفي قلبي سيدي وصديقي صديق الزمن الجميل الشيخ عبد الله مبارك الصباح، أحد جبال الكويت الذي تعرفه الأرض وتذكره الأوطان. في منتصف الثمانينيات كانت انطلاقة الدار كواقع على الأرض قبل أن تكون فكرة تشتعل في الخيال، وفي ذلك العام كان من أولى أولوياتنا أن نأخذ الشباب المبدع في الوطن العربي إلى الميناء الذي يشعرون فيه بالأمان. فكانت جوائز عبد الله المبارك للدار العلمي وجوائز سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري وما لقيت من صدى كبير في كل الأرجاء وما حققته من سبق في هذا المجال. والحقيقة التي أريد أن أقولها هي أنني أخذت من المبدعين أكثر مما أعطيتهم، فإنني عندما أفتح أفقا أو بابا أو أمنح جائزة أو أطبع كتابا أشعر برضا عن النفس لا يمكن وصفه، وأرى في عيون أبناء الشباب 1000 قصيدة وألف أمل وألف دافع لمزيد من الإنجاز والعمل، لإيماني بأن الأرض العربية حبلى بالمواهب. إن هذا الإحساس هو الوقود الحقيقي الذي به مشى قطار العمر، فعبرت به المحطات وجاوزت المحيطات. فشكرا لكل كلمة حررتني من الخوف، شكرا لكل كلمة حررتني من الخوف، شكرا لكل من منحني الدفء الإنساني،
وكان صديق شعري وصديقي. وأنا باسم إذاعة صلاة الصباح أشكر أولاً كل الأخوة الذين لقوا الحضور في هذه الاحتفالية البسيطة وأكرمونا بحضورهم الجميل، وأشكر كل الأخوان الأساتذة الذين كانوا ساهموا في التحكيم في المسابقة وفرزوا النتائج وقرأوها، والحقيقة أن جهد كبير جداً خاصة في مجال البحوث كما تفضل الأستاذ يوسف مصطفى، يعني جهد كبير، يعني في مشاركات بلغت 1000 صفحة تقريبا، فإن أنت تقرأ مجموعة كبيرة من المشاركات ما بين 1000 و500 صفحة في هذا المجال أعتقد أنه شيء كبير. أيضا في مجال الروايات 10 روايات تقرأها أيضا شيء صعب، يعني في كثير من الأدباء الكبار من العالم العربي اللي شاركونا بعضهم فضل أنه ما يذكر اسمه اللي هي حساسية أو اللي شيء معين في نفسه يعني. وأما في الشعر يعني يمكن الأسهل، والدكتور ميزان العالي يعني يعرف هذا الشيء، الدكتور إيهاب النفتي الشعر تستمتع فيه يعني، ولكن كثرة قراءة المشاركات ربما تلخبط ذائقتك أحيانا يعني. شكرا لكم جميعا. شكرا للأستاذ علي المسعودي على هذه الكلمات الجميلة. استوقفتني كلمة أو جملة في القول ذكرها أستاذ علي، أتمنى في سن الذاكرة وأقولها، يعني أسمى تجليات العطاء، أن رغم العطاء اللي قدمته الشيخ سعاد الصباح تقول أخذت من المبدعين أكثر مما أعطيته. اسمعها تحية أرجوك. هذه أسمى تجليات العطاء. أنا ضيعت الآن، لابد أن ناخذ وقفة أدبية جميلة. اسمح لي أن أرحب بالدكتورة إيمان طعم الشمري، لها وقفة وإداء جميل إلى الشيخة سعاد الصباح وبحضور الشيخة أمير المؤمنين. قد كان بوسعي أن أبتلع الدمع وأن أبتلع القمع،
وأن أتأقلم مثل جميع المسنونات. قد كان بوسعي أن أتجنب أسئلة التاريخ وأهرب من تعذيب الذات. قد كان بوسعي أن أتجنب آهة كل المحزونين وصرخة كل المسحوقين وثورة آلاف الأموات، لكني خنت قوانين الإنساء واخترت مواجهة الكلمات، الشيخ الدكتور إمام طبعا شمري على هذه الأبيات الجميلة وهذه الكلمات الجميلة. وصلنا لصلب الموضوع وهو الالتفات الكريمة من الدكتورة الشيخ سعاد الصباح، وهو تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في مسابقات دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع تحت شعار 30 عاما من العطاء الثقافي. اسمحوا لي مع تحية جميلة منكم أن تتفضل الشيخ أمير عبد الله. تحية للسلام. الشخصيات المكرمة في هذا الجمع الطيب وهذا الجمع الكريم الذي هو برعاية كريمة من الشيخة الدكتورة سعاد الصباح وبحضور الشيخة التي تنوب عنها أمنية عبد المبارك. أول شخصية هو سعادة محافظ العاصمة الجديد المتقاعد ثابت المهنة الذي تفضل مشكورا محمد. اسمعي التحية. استاهل. صحيح. تفضل. احنا محمد نبيك تكون لي شيخه موجوده عشان نكلم بقيه الشخصيات. تفضل يا ليس عنها. ليس عنها. نسمع تحية. ما طلبنا احنا استاذ. الاستاذ الوكيل المساعد يوسف مصطفى وكيل وزارة الإعلام المساعد في هذا المشروع. اسمع لنا تحية الأستاذ. هذا هو ثمر العطاءات دائما لبلدنا الخليج الكويت، أن يكون هناك تتويج وتكريم لكل عطاء يقدم باسم الكويت. الآن الأستاذ طلال سعد الرميني أمين عام رابطة الأدباء في الوطن المسلم. أستاذ نسمع تحية. الأستاذ كامل سليمان العبد الجليل اسمه دكتور عفوا نزار العاني. الدكتور نزار العاني. مستاهل تحية الدكتور نزار العاني. وأيضا الدكتور إيهاب النجدي، حياك الله يا دكتور. وأشكرك مرة أخرى على الكلمة الرائعة. ماكو حركة للجمهور. تضيق تحية مستمعين. أستاذ. الأستاذ حسين عبد الرحمن. حياك الله. الإعلام والزميل أكيد نتشرف فيك. اسمع له تحية زميل.
الأستاذة. الأستاذة مشاعل العيد. والأستاذة دلال أبو حامد. حياك الله أستاذة دلال. ألف مبروك هذا التكريم استاذ. الدكتورة إيمان طمشنبري استاذ. ألف مبروك. نسمع لها تحية. طبعا نسمع تحية كبيرة للشيخة وأمنية عبد المبارك. طبعا هذه كانت التفاتة كريمة من الشيخة الدكتورة سعاد الصباح من خلال تكريم بعض الشخصيات التي كانت لها مساهمات في مسابقات دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع تحت شعار 30 عاما من العطاء الثقافي. فشكرا لكم حضورنا الكريم على هذا الكريم. مع السلامة. Thank you.